نستعين بالله تبارك وتعالى على الإجابة عن بعض الأسئلة التي جاءت من الإخوة حضور الحلقة. السائل بيقول: الرجاء التعامل مع الأطراف الأخرى بأسلوب مرن بعيدا عن التعريض، فذلك يؤدي مزيدا، كاتب كده، مزيدا من التنافر وعدم قبول الآخر. رجاء التعامل مع طيب السائل يقصد بالأطراف الأخرى مين الأطراف الأخرى؟ إذا كان بيقصد الطوائف والجماعات من أهل البدع، فديل التعامل معهم ما بيرجع إلى آراء المستمعين. التعامل معهم يعني السائل قال الرجاء التعامل بأسلوب مرن. طيب ده رأيك أنت ولا ده يعني كلام الشرع في القرآن والسنة؟ إذا كان رأيك فرأيك قد يكون مقبول وقد يكون مرفوض، لأنه رأي في النهاية رأي بتاع بشر. أما إذا كان ده رأي الشرع أو حكم الشرع فبنحتاج لدليل. التعامل مع أهل البدع، النصوص من القرآن والسنة دلتنا كيف نتعامل مع أهل البدع. أولا يجب أن يبين للناس حال أهل البدع، ده واجب من الواجبات، ويدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبيان حال أهل البدع يدخل في باب النهي عن المنكر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بيان حال أهل البدع ده واجب من واجبات الشريعة الإسلامية، بل هذا يدخل في باب الجهاد في سبيل الله، ده جهاد في سبيل الله، لأنه ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. انتبه لكلمة واغلظ عليهم دي، انت اللي بتقول لي اسلوب مرن، عشان كده قلت لك ده رايك انت، ده ما راي الشرع، الله ما قال اسلوب مرن، قال واغلظ عليهم. طيب كده انا اشوف الايه دي فهمها شنو. اول حاجه ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار ده كان بالسلاح، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاض معارك كثيره: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النبي صلى الله عليه وسلم خاض معارك كثيرة جدا مع الكفار والمشركين، معركة بدر ومعركة أحد وحنين وتبوك وغيرها من المعارك، كل هذه كانت ضد من؟ ضد الكفار والمشركين. طيب لو راجعت التاريخ الإسلامي كله منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ما بتجد معركة دورت بين المسلمين والمنافقين بشنو؟ بالسيف إطلاقا، بالسلاح. معركة انت لاقتك في التاريخ في كثيرة، راجع، هل في معركة كانت بين المسلمين وبين المنافقين؟ ما بتلقى معركة، بل المنافقين كانوا بيطلعوا المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بيطلعوا في ناس بيرجعوا من الشارع يقولون: إن بنا لعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وفي ناس بيزاوغوا، ربنا قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فديل كانوا بيتخاذلوا. وفي ناس بيطلعوا في الشارع بيعملوا فتنة، منافقين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم بيطلعوا في الشارع يعملوا فتنة. ربنا قال في سورة المنافقون: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كان بيقولوا لبعض الجماعة دي للصحابة: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفقوا عليهم. ليه ما ينفقوا عليهم؟ قالوا: من أجل أن ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يخلوا الرسول يخلوه يفوتوا وما يلقى زول ينصره. هم الذين يقولون
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ربنا قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. وديل برضو كان بيقولوا شنو؟ كان بيقولوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن تعرف إنه ما كانت في معركة أصلاً، بالسلاح بالسلاح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من؟ بين المنافقين. طيب الله قال له جاهد المنافقين، مش قال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين؟ طيب جاهد المنافقين كيف طالما سلاح بيناتهم ما في؟ ابن عباس قال في تفسير هذه الآية، قال جهاد المنافقين يكون بالحجة واللسان. يكون بشنو؟ بالحجة واللسان. اللسان ده ما نوع من أنواع الجهاد. انت ما شاسي حلقتنا الصغيرونة دي مش ثلاثة سماعات غير اللسان عندنا شيء؟ حصل يوم جينا بيدوشكا، لا دبابة، جينا بدبابة ولا عندنا ذات؟ حصل يوم طلعنا سيف، لا ما عندنا، مش عندنا لسان يهودا ومايكين وكم ميكروفون؟ شفت مغلغلين البلد دي إلا من رحم الله، والله العظيم ناس جايطين بغادي في الإعلام وناس بينا مكوركين، وهؤلاء الشباب وهؤلاء الصبية وهؤلاء القمار وهؤلاء السفهاء كل شفت بشنو؟ باللسان ده بس، لأنه اللسان سخن، اللسان أسخن من السيف مرات، والله الذي لا إله إلا شفت اللسان ده؟ شاكدة حسان بن ثابت ده في صحيح مسلم كان بيهجو المشركين. تعرف الهجاء؟ الهجاء دي يعني الشتيمة، بيشتم المشركين بشعر، يقول فيهم شعر. حسان بن ثابت أكان بينبذ المشركين بالشعر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وده في صحيح مسلم، اهجوهم يا حسان، وريهم وريهم حاجة، النازل أديهم، اهجوهم يا حسان وروح القدس معك. جبريل عليه السلام ينصر حسان في هجائه للمشركين، فهمت؟ ده كده التعامل مع أهل الشرك وأهل البدع. ما في حاجة اسمها بأسلوب مرن. مرن شنو أنت قايل ده؟ حبال بنان ولا شنو؟ هنا هذول في نصوص، الله قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال، أما تقول له أسلوب مرن وما تعرف حتى لا يتنافر الطرف الآخر، وما يتنافر أنا مالي وماله. لا أنا لو أنت قايل لي الشغلة دي الناس ما فاهمة يا أخوانا، لسه ما فاهمين إحنا بنسوي في شنو. ولو يتنافروا نحن عمل لهم شنو يعني؟ والأنبياء كانوا بيتنافروا منهم. باقي ليك ناسي يعني أنت مش شايف إنه أسلوبنا ده كعب؟ أسلوبنا الكعب بيطفش الناس بيتنافروا؟ طيب كده أنا أديك نموذج، بس أبقى راجل قول لي النبي ده أسلوبه كان كعب، أنا بديك نموذج، قول لي الرسول ده اللي بذكره لك، قول لي أسلوبه كان كعب، عشان كده الناس كان بيتنافروا. ربنا قال في سورة نوح، أقرأ القرآن، سورة نوح ربنا قال عن نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا شنو؟ فرارا. أها رأيك شنو في ده؟ وإني كلما دعوتهم، مش مرة ولا اثنين، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا كيف؟ أسلوبه ما مرن نوح عليه السلام، أسلوبه كويس، لكن ده الناس ما بيقبلوا الحق. أنا أعمل لهم شنو يا أخوان؟ في ناس ما بيقبلوا الحق. شوف في ناس الحق ده لو فتحت راسه وكبيت له كده القرآن كب كله في راسه، كبيت له حديث البخاري ومسلم وابن ماجه وقفلت له راسه، ما يقبل بعد ده كله، بعد ده كله ما يقبل. أنا أعمل له شنو زي ده؟ فشوف نحن تعاملنا مع أهل البدع بالنصوص الشرعية، نغلظ عليهم، عرفت؟ نغلظ عليهم ونسفه أحلامهم، عرفت؟ وما بنديهم مكان أصلا. يعني ما تتخيل انه انا اجي امجد لك شيخ من شيوخ الطرق الصوفيه، اجي امجد لك، وكان رضي الله عنه حسن الخلق، وكان ما تعرف رضي الله عنه ياكل الكسرى ويا سلام. لا لا لا، في حلقتنا دي ما بتلقى شغل زي ده. هنا شفته بننظم لك النظام، هو براو جابوا لي روحه، احنا ما احنا قلنا لك اكتب، براو كتب الكتب وبراو نشر القصائد. يا اخي ذول بيقول العرش والفرش والكرسي أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي. تعرف ده قالوا منه؟ ده قالوا محمد عثمان المرغني في كتاب فيوض البحور المتلاطمة، قال العرش بتاع الله
والكرسي الله قال كرسيه السماوات والأرض، وربنا قال الرحمن على العرش استوى. ده المرغني قال لك العرش والكرسي والفرش كله قال لك أنا جامعه، الكل في ساعتي مستهلك بالي، كله قال لك أنا مستلم عندي كده. زي ده أتعامل معه بأسلوب مرن. ها في قصيدة تانية قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ده نتعامل معه بأسلوب مرن. كتاب الفيوضات القادرية، فيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، موجود محمد سعيد القادري المؤلف. ده قال أنا كنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. الكبش اللي نزله الله على إسماعيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، ده قال نزلته أنا. قال أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا. إدريس ده بتعرفه؟ ده ما إدريس دبي، ده إدريس عليه السلام نبي كريم. قال أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأسكنته الفردوس أحسن جنتي. الفردوس، جنة الفردوس قال حقتي، وقال أنا دخلت إدريس فيها، دخلت إدريس جوا هناك. زي ده أتعامل معه بأسلوب مرن. ها شيخ الزريبة بتاع اللبيض، شيخ الزريبة في الكتاب بتاع رياض الجنة ونور الدجنة، ده بتاع زريبة قال يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم. يعني الأجنبي الشيخ لو جاء سلم على مرأة ما من محارمه قال لك ما تسأل الشيخ ولا تنكر عليه، لكن مشي عليه لأنه ده شيخ وفي النهاية عنده علوم أنت عندك ما في، لأنه بقول لك أنت في الظاهر إنه المرأة دي ما محرم له، لكن في الباطن قد تكون أمه، قد تكون أخته من الرضاعة. يا أخي دي أختي أنا، أقول لي أخت الشيخ من الرضاعة؟ أختي أنا، أقول لك لا لا لا. يجدون ده ما له فصل، يقول لك يجدون لمس الأجنبية كذات المحرم. لا نتعامل معه بأسلوب مرن. فيا أخوانا اتقوا الله، والشغلة دي ماشية بنصوص، إحنا ما ماشيين بهوانا ولا ماشيين بأمزجتنا، إحنا ماشيين بنصوص شرعية. لذلك أغلب الناس ما بيقدر يواجهوا شغل ده، أغلب الناس شفت اللي بيكوركوا في الإعلام وعاملين جوطة ما بيقدروا أصلا يواجهوا مواجهة كده، حجة بحجة ونقاش بنقاش ما بيقدروا. ليه؟ لأنه الشغل ده ماشي بأدلة، ما ماشي ساكت. لو كنا ماشيين بأمزيتنا زمان كان انتهوا مننا والموضوع انتهى، لكن الشغل ماشي بأدلة نصوص شرعية ما بيقدر يواجهوها. أي شغل هنا بالنصوص، جبت حديث كصوفي، جبت لك حديث دار تندهب الأولياء، ها إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلا فليقل يا عباد الله أحبسوا. أنت قال بيخلوك الشباب دل ما بخلوك، يقول لك تعال جبت الحديث ده من وين؟ الرواه منه دار تكطب، تقول رواه الذهبي وصححه الحاكم، الحاكم عندنا قاعد والذهبي برضو قاعد بننقد نجيب الكتاب، أنت بتكون شوف ده في ورطة، بتكون في ورطة. عشان كده الشغل ده سخن جدا، شغل هنا بالكتب وبالوثائق ومعلومات علمية ما فيها اثنين ثلاثة. طيب أظن الجواب واضح. قال نريد بيان صحة حديث عمران ابن حصين النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل في يده حلقة من صفر. أيوة الحديث ده صحيح، صحح الذهبي الإمام الذهبي وكذلك الحاكم، وهو في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني في المعجم الكبير من رواية عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد لبس في يده حلقة من صفر، والصفر ده نوع من أنواع النحاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ شنو اللابس ده؟ فقال من الواهنة، والواهنة نوع من أنواع الأمراض بيسبب كسير كده في الجسم. الزول ده قال لابس الحديدة دي ليه؟ عشان يروح الكسير بتاع الجسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث واضح، الأمراض أنت ما بتزيلها بحدايد، واحد رابط له حديدة، واحد رابط له جلد، واحد رابط كمون، واحد رابط شنو، الأمراض ما بتزيلها بالحاجات دي.
الأمراض تأخذ بالأسباب الشرعية، تأخذ العلاج النبوي، العلاج النبوي، وتدعو الله تبارك وتعالى، وترغي نفسك، تقرأ لنفسك، وتمشي للطبيب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تتداووا بحرام. تمشي للدكتور يفحص عليك ويمشي يصرف لك حبوب. أما دار تعلق، العلاج ده في الشريعة الإسلامية ما في، ما تعلق أي شيء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق شيئا وكل إليه. شوف شيئا دي أي حاجة، أي شيء تعلقه ربنا بيوكلك لشي ده، وشي اللي انت معلقه إذا ربنا وكلك له بيسوي لك شيء؟ ما بيسوي لك شيء. الجلد المعلقه والحديد المعلقة ما بتعمل لك حاجة ولا بتزيل عنك المرض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للزول ده، قال له انزعها اقلعها برا، قال له فإنها لا تزيدك إلا وهنا، بتزيدك مرض على المرض اللي عليك، وإن مت وهي عليك، لو مت كمان والحديدة دي انت لابسها ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، لأنه التعليقات دي بتخالف العقيدة وتخالف التوحيد وتخالف عبادة التوكل. الإنسان لو متوكل على الله عز وجل ما بيعلق. يا أخي أيوب عليه السلام مرض سنين عددة، أيوب عليه السلام أصابه الضر، وذكر بعض أهل التفسير إنه الدودك جسمه وما خلى منه إلا اللسان. شوف المرض ده كيف، ما علق له حجاب واحد أيوب عليه السلام، ولا ربط أي حاجة. صبر أيوب عليه السلام، صبر صبر جميل، ولا تضجر ولا اشتكى ولا أي حاجة، إنما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. ربنا قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم، أنه كان فقد أولاده كلهم، كان عنده أولاد كتر ماتوا كلهم، فربنا شفاه وعوضوا أولاد قدرهم تاني ضعف. فيا أخواننا ده منهج الأنبياء في التعامل مع الأمراض، ما بيعلقوا شيء. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. باقي الأسئلة إن شاء الله الحلقة الجاية يوم الثلاثاء. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.